اللاعب الذي ذهب بدون وداع طبعا بدون وداع. بالتالي الجماهير الملكية تردد قل لي لماذا اخترتني وأخذتني بيديك من بين الأنام ومشيت بي ومشيت ثم تركتني. إن كنت يا ملح المدامع تركتني فأقل ما يرث السكوت من الكلام هو أن تؤشر من بعيد بالسلام، أن تغلق الأبواب إن قررت ترحل في الظلام.